صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوصية التي توصون بها في هذه الأزمات والفتن؟ ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالسنة. من يعش منكم وسائر اختلافا كثيرة فعليكم بسنتي سنة الخلفاء. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50، يعني من الصحابة. هذا يدل على أن عند حدوث الفتن ما منجى منها ولا مخرج إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. نعم.